خياط للسيدات، فيلم سوري أنتج عام 1969 من بطولة الفنان دريد لحام ونهاد قلعي وشادية. يتمحور الفيلم حكاية صابر نهاد قلعي الخياط المتخصص للرجال والذي يرفض أن يخيط للنساء ويرفض كل أشكال التطور، رغم أنه يعاني من ضيق مادي بسبب إعالته لأسرته المكونة من 6 أفراد، وأمهم شادية المرأة المنفتحة الذكية التي تريد أن تقنع زوجها بالتوقف عن الإنجاب، ولكنه يبدي دائما بالرفض، والتي تحاول مساعدة زوجها ولكنه يخاف من نظرة المجتمع فيبادر بالرفض دائما. ومن هنا تبدأ شادية بكتابة أفكارها وتخبئها، مما يقع بدافع الصدفة. ذات يوم تفطر كتابتها بيد صديقتها والتي تبدأ بقراءته. بين 6 أطفال وزوج يريد المزيد، وهذا ما كان من أمر يوم السبت. ملحوظة، اليوم لم ينتهي بعد، ولكني مضطرة للكرف على الكتابة. تعالي تعالي هنا يا حبيبة. الهديبة طبعا هديبة ونص. انت اللي كتبت الكلام ده يا ولد؟ لقيت الكرافة دي فين؟ انت تطلع مني ده كله؟ مفيش طريقة تقدر تقنعي بيها صبر انك تشتغلي كتيري. فتبدأ شادية بالعمل سرا دون أن تخبر زوجها، مما يؤدي عملها الرائع الذي يتحدث عن أهمية تحديد النسل وضرورة عمل المرأة إلى أن تجني مالا وفيرا، وحالما يعلم زوجها، مما يؤدي إلى مشكلة كبيرة بينهما، مما يؤدي إلى الانفصال. اليوم سوف أتحدث عن تحديات تواجهها المرأة في مجتمعاتنا المتحفظة في التقاليد والأعراف، نظرة العيب والخوف من عمل المرأة والنظر إليها وكأنها فقط آلة للإنجاب وطمس شخصيتها وعقلها فقط داخل إطار العمل في المنزل، على الرغم من رغبتها في العمل وعلى حاجة زوجها لمعيلها في غالب الأحيان.